صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 52 لسنة 2024 بتعيين نائب لمحافظ محافظة المحرق، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين العميد جاسم محمد الغتم نائبا لمحافظ محافظة المحرق وتكون مدة تعيينه أربع سنوات.